نقطة، خليني أتكلم في نقطة النوم، عشان أنت شكلك عايزة تنامي وعندك أرق ومش عارفة أتنامي. والله العظيم فأنا لا فأنا هقول لك أهو. لو إحنا بنعاني من مشاكل في النوم غالبا بيبقى عندنا نقص في عنصر المغنيسيوم. هو مش كل الأسباب يعني، بس الناس اللي بتعاني من الأرق يعني وجدنا إن الناس مثلا اللي عندها نقص في عنصر المغنيسيوم ممكن يكون عندها أرق. فإحنا لو إحنا جبنا مثلا مكمل المغنيسيوم او اقول لك على حاجات فيها المغنيسيوم ممكن تكون موجوده عندنا ونقدر نستعملها. يعني افضل حاجه ممكن ناخد منها عنصر المغنيسيوم ممكن ناخد من الافوكادو. عارف الافوكادو؟ ممكن الافوكادو لو احنا خدناه يعمل لنا حاله من الاسترخاء اللا معهوده وننام نوم مريح لانه غني بالمغنيسيوم. برضو من ضمن افضل الحاجات اللي احنا ممكن ناخد منها المغنيسيوم ان احنا نحطه في من ضمن الاكل بتاعنا او النظام الغذائي بتاعنا اللي احنا نحطه في الاكل بتاعنا، نقدر نقول السبانخ. السبانخ تعتبر برضو من ضمن الحاجات الجميله والرائعه. لو احنا مثلا خدناها مثلا 3 مرات في الاسبوع يعتبر من ضمن افضل الحاجات اللي احنا نقدر ناخد منها المغنيسيوم، وبالتالي ما يحصلناش نقص في هذا العنصر اللي هو بسببه يجي لنا ارق وما نعرفش ننام. فاحنا تلقائيا لو قدرنا ان احنا نوفر عنصر المغنيسيوم بتاعنا، لو قدرنا ان احنا نوفر عنصر المغنيسيوم من خلال السبانخ، من خلال الافوكادو، ولا بنحب السبانخ ولا بنحب الافوكادو، نطلع نجيب مكمل المغنيسيوم من اي صيدليه وناخده وننام نوم مريح عميق، وتبقى ليله كده مليئه بالاحلام السعيده وتصحي مبسوطه. كتر الصداعي طب انت كده تمام. لو احنا عندنا صداع، الصداع ليه اكتر من 10 11 12 سبب. هقول لك على مجموعه من الاسباب دلوقتي منهم، هقول لك على مجموعه من الاسباب وانت تحاولي قدر الامكان تعرفي المشكله اللي عندك وتحليها. اول حاجه نتكلم عن الصداع، ممكن الصداع يكون بسبب مشاكل في الاسنان. فاحنا لو عندنا مشاكل في الاسنان ممكن يكون عندنا صداع، يجي لنا صداع. ممكن يكون بسبب التهاب الجيوب الانفيه، لو احنا عندنا مشاكل في التهاب الجيوب الانفيه ممكن يكون عندنا صداع. لو احنا عندنا مشاكل في العيون ايضا ممكن يكون عندنا صداع. لو احنا عندنا صداع نصفي ممكن الصداع النصفي يكون احد اسباب الصداع اللي موجوده عندنا. لو احنا عندنا امساك مزمن، الامساك المزمن سبب في الصداع. فلو عالجنا مشكله الامساك المزمن، بصي كل الحاجات اللي انا بقول لك دي بقول لك الاسباب ديت ليه، علشان احنا المفترض ما يكون عندنا صداع ما ناخدش حبات الصداع، المفترض ما يكون عندنا صداع لا ما اسمعيني بقى، انا جاي النهارده عشان اوجهك، عشان بنقذك انا دلوقتي، بنقذ حاله بنقذك انا دلوقتي من من من, من امراض محتمله في المستقبل كانت نتيجه الفهم الخاطئ. فاللي انا بقوله لك ده مهم جدا. يبقى النقطه الاوليه مثلا لما جينا نتكلم في الصداع لابد ان نبحث عن سبب المشكله الاساسيه ونعالج المشكله الاساسيه، لان حبايه الصداع هتضرني مش هتفيدني، هتريحني شويه يا سلام استريحت وبقيت خلاص راحت شويه، وبعدين هيجي لك ثاني وثالث ورابع، لان احنا لم نعالج المشكله الاساسيه. الاصل احنا نعالج المشكله الاساسيه، ما نعالج المشكله الاساسيه صداع هيختفي لان ده عرض للمشكله الاساسيه. فهمتي كده؟ فاحنا بتلقائي لو عندنا مشاكل في الاسنان يبقى لازم نعالج مشكله الاسنان عشان نحل مشكله الصداع. لو عندنا مشاكل في الجيوب الانفيه لازم نعالج مشكله الجيوب الانفيه عشان نحل مشكله الصداع. لو عندنا صداع عندي جيوب انفيه يبقى لازم نعالج مشكله الجيوب الانفيه عن طريق ان احنا نروح لطبيب الانف والاذن والحنجره ويكون دكتور شاطر كده وتحل هذه المشكله. وبتلقائي لما تحل مشكله الجيوب الانفيه هنستطيع ان احنا نحل مشكله الصداع. فبس لو طلع عندنا امساك مزمن يبقى لازم نعالج الامساك المزمن عشان نستطيع ان احنا نحل مشكله الصداع. لو ايه تاني يا اولاد؟ وده سببه ايه؟ الامساك؟ اقول لك ايه اللي سببه، قصدك الامساك ولا قصدك ايه بالظبط؟ حددي لي نقطه، انا اتكلمت في مليون حاجه. تمام. الامساك تمام. اما نيجي نتكلم في الامساك، الامساك السبب الرئيسي بتاعته نمط الحياه الخاطئ، النظام الغذائي الخاطئ، ان احنا بناكل اكل غير صحي. قلنا نمط الحياه الغلط، النظام الغذائي الخاطئ اقصد. النظام الغذائي الخاطئ ايه؟ يعني احنا ما عندناش فيتامينات، ما عندناش املاح معدنيه، ما عندناش الياف في الاكل بتاعنا. طب ايه التلات حاجات دول بناخدهم منين يا دكتور احمد؟ بناخد التلات حاجات دول بناخدهم من الفواكه والخضروات. الفواكه والخضروات يا ساده، عليكم بالفواكه والخضروات. نيجي نتكلم في الناس اللي ما بتاكلش فاكهه وخضروات هما اكثر عرضه للامساك. عمرك شفت واحد بياكل فاكهه وخضروات بشكل مستمر وحاططها ضمن النظام الغذائي ويجيله مرض؟ استحاله، لان الفواكه والخضروات فيها مضادات اكسده، يعني بتحمي الجسم من الشوارد الحره اللي هي بتسبب لنا الامراض عندنا. فبالتالي احنا بنكون عندنا وقايه من المرض كنتيجه ان احنا بناخد مثلا فواكه وخضروات بشكل مستمر. فمش عايزين يوم يعدي علينا ما يكونش عندنا فواكه وخضروات. ممكن نقص الميه في الجسم او الجفاف، ممكن نقص الميه في الجسم ممكن تبقى سبب الامساك عندنا. لازم نبقى عارفين عشان الميه ديت لازم نبقى عارفين هو الوسط اللي عايش فيه كل حاجه في جسمنا. الوسط اللي عايش فيه كل حاجه في جسمنا، يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور احمد؟ يعني ان الميه 70% من الجسم بتاعنا ميه،
التركيبه بتاعت جسمنا 70% منها ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، اي حاجه تحط فيها ميه بتحط فيها حياه. يقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. الميه هي الوسيله اللي بتنقل لنا جميع العناصر الغذائيه لجميع خلايا الجسم. الميه يعني السائل اللي هيشيل الاكل بتاعنا ويسهل من عمليات الهضم، ويسهل من عمليات الهضم والحرق والتمثيل الغذائي، وبالتالي عدم حدوث الامساك. يبقى الامساك ناقص ميه، ناقص سوائل، ناقص سوائل، ناقص فواكه وخضروات في الاكل بتاعنا. عايزين ندخل الفواكه والخضروات. نقول لك على شويه فواكه برضو مهمه ومفيده ممكن نستعملها عشان موضوع الامساك. ممكن نقول الموز يعتبر من ضمن الحاجات الجميله قوي اللي احنا ممكن يعني كمهضم ويسهل لنا من عمليه الاخراج. نقدر نقول الموز ان احنا مثلا ندخل الموز من ضمن الحاجات اللي احنا نفكر فيها واحنا نازلين نتسوى. ما ننساش نجيب نص كيلو موز كده واحنا جايين. نقول تاني ايه؟ نقول ايه تاني؟ يبقى انا كده بشكل اساسي، يبقى كده دي الاسباب الرئيسيه للامساك، ودي الاسباب الاكثر شيوعا لحدوث الامساك. فتلقائيا لو قدرنا ندخل الفاكهه والخضروات، قدرنا نشرب كميات ميه كافيه طول اليوم، قدرنا قدرنا ايه تاني؟ قدرنا نعمل نظام غذائي سليم، قدرنا نعمل نمط حياه، نمشي على نمط حياه صحي. نقدر نقول برضو ان هناك دراسات بتاكد ان النوم، ان الناس اللي بتعرف تنام كويس الهضم والحرق والتمثيل الغذائي بتاعها كويس، فتلقائيا ما بيبقاش عندها مشاكل هضميه. الناس اللي بتسهر طول الليل وبتنام الساعه 4 و5 وبتصحى على الظهر وحياتها مقلوبه، تلقائيا التمثيل الغذائي والحرق بتاعها بيكون صعب وضعيف. تسلم، تعبت؟ لا ولا تعبت ولا هتعب ولا حاجه، بس انت يا رب تكوني هتاخدي الكلام ده وتنفذيه بقى وتنزلي على ارض الواقع. تروحي نازله دلوقتي تجيبي افوكادو علشان مشكله النوم، والنام نوم مريح وعميق. وممكن نشرب لنا كوبايه حليب برضو، الحليب حلو قوي الموضوع برضو ان هو يساعدنا في الاسترخاء والنوم. بس اهم حاجه ممكن نجيب الافوكادو، او انزلي جيبي حبوب المغنيسيوم من اي صيدليه جنبك، جيبي مكملات المغنيسيوم وجيبي وخدي لك حبايه دلوقتي، وهتلاقي نفسك هتاخديها من هنا وتنامي نوم عميق ومريح باحلام سعيده. و وبعد كده بقى تقولي ربنا يصلح حالك يا دكتور احمد، والله نومه يا ان شاء الله. ان شاء الله تعالى ربنا يسعدك، الله يحفظك. ثاني عامل لك مساعدك يا رب، ربنا يبارك فيك، الله يخليك. انا تشرفت بيك، الله يسعدك، ربنا يكرمك. مع السلامه، باي باي.